كاين عدم تصريح لهذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغنقول لكم بانه الباترونات تستفيد خاصه في القطاع السياحي. نعطيكم انا بعض الارقام، كاين ما يسمى بالمنتجعات السياحيه اللي منتشره خارج مراكش كلكم كتعرفوها، ما كتصرح حتى بشي عامل وتدخل الملايير. كنعرف دابا كاين منتجع في طريق اوريكا في الكيلومتر 13.5 كاري غير البيسين والبار 500 مليون، وكتخدم عنده في لاهوت سيزون حتى 150 عامل وعامله، ما مديكلاري حتى شي واحد. واش هذا ماشي هذا راه فوق الريع؟ وكيقولوا لنا التغطيه الاجتماعيه، والتغطيه الاجتماعيه على الاقل ماشي تقارن الموظفين بواحد الفئات وكذا هما اللي كتأدي، فهمتي؟ وشوفوا لنا دوك صحاب الشكاير اللي كياكلوا كيغتنموا، ولكن هذا يتم بتواطؤ مع السلطه، وبالتالي هنا ماشي غير السلطه، تواطؤ حتى مع الصندوق الوطني للتقاعد، لانه لا يفعل المسطره ديال المراقبه والمسطره الزجريه فيما يخص عدم التصريح. وقيس على ذلك واحد العديد ديال القطاعات، عطيت انا غير امثله، وقيس على ذلك واحد العديد ديال القطاعات. دونك العمال يعانون الامر، وبالتالي مراكش راه ما كاينش ما يسمى تعطات الفلوس للقطاع السياحي، ولكن ما كيقومش بالادوار ديالو الاجتماعيه الحقيقيه.